بسم الله الرحمن الرحيم. في درس النهاردة هنتعرف على كيفية التحكم في الصوت والتسجيل في البرنامج مع إضافة المؤثرات الصوتية وتنزيل أغنية أو تنزيل مسار موسيقي من أسطوانة أوديو أو أسطوانة صوتية. خلونا نبتدي الأول بكيفية التسجيل من المايك. طبعا بنوصل المايك الأول وبنتأكد من تشغيله، وبعد كده بندوس على ريكورد فويس، والمؤشر اللي قدامنا ده اللي هو الأصفر لما بنتكلم بيتحرك، وده دليل على إن مدخل الصوت مظبوط والمايك شغال، فده بيبقى زي تيست قبل بدء التسجيل. بعد كده بندوس ستارت وهبتدي أسجل دلوقتي، وهقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده بدوس ستوب. تم تنزيل المقطع الصوتي اللي أنا سجلته دلوقتي من خلال الميكروفون في المسار بتاع فويس تراك، وهشغله ونسمعه مع بعضينا. وهبتدي أسجل دلوقتي وهقول، هقطع أنا الجزئية دي عشان أبتدي أضيف عليها المؤثرات، فبعلم على المسار، وبعد كده بدوس علامة الكات أو علامة المقص، الزر بتاع المقص، وطبعا دي بتبقى بعتبرها زيادة فبعمل لها ديليت من خلال النقر عليها والضغط في الكيبورد على زر ديليت. ولو شغلتها تاني بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نتحكم في الصوت من خلال الضبط من هنا من الفوليوم. طبعا اعلى درجة من درجات الصوت هي 500، ودي يعني يعتبر اعلى درجة خالص. اما الدرجة الطبيعية دايما بتبقى 100. بالنسبة لزر فيد ان وفيد اوت، فيد ان عند بدء المسار الموسيقي او المسار بتاع الصوت بيبتدي من اقل درجة صوت وبيتصاعد لحد ما يوصل للدرجة الطبيعية اللي احنا بنبقى مظبطينها هنا. اما فيد اوت فده العكس، في نهاية المسار الموسيقي بيبتدي ينتهي من اعلى درجة صوت او الدرجة الطبيعية لأقل درجة صوتية لحد ما الصوت بيتلاشى خالص. بلاي باك سبيد بنحدد من خلالها سرعة المسار الصوتي، فيعني لو علينا السرعة ودوسنا على زر بريفيو هنسمع الصوت عامل ازاي بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا سمعنا. اما لو قللنا بسم الله الرحمن الرحيم، اما لو رجعنا تاني على رقم 100 فده الطبيعي، الصوت الطبيعي بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده بندوس اوكي للضبط. في عندنا امكانية امبورت from audio CD، يعني ممكن ندرج مقطع من اسطوانة صوتية. لكن قبل ما نعرف الميزة دي خلينا نعرف الاول ايه هو audio filter او المؤثرات الصوتية. طبعا البرنامج مدمج معاه مجموعة كبيرة من المؤثرات، لكن يعني انا هشرح المهمة، فهبتدي بلونج ايكو. بنختار المؤثر وندوس ادد، وبعد كده بندوس اوكي ونسمع هيبقى الصوت عامل ازاي. ليه؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. زي ما سمعنا في تردد للصوت، وممكن ندرج
الاوديو فلتر من خلال ضغط كليك يمين على مقطع الصوت او المسار الصوتي ونختار اوديو فلتر. ممكن نحذف الفلتر الصوتي اللي احنا ضفناه من خلال ريموف، ولو كان في اكتر من فلتر متضاف بندوس ريموف اول. تاني مؤثر صوتي او فلتر مهم هو بايتش شيفت، بندوس ادد. لكن نلاحظ حاجة، نلاحظ ان زر اوبشنز نشط لما احنا علمنا عليه، لان في مؤثرات ملهاش اوبشنز او ملهاش اعدادات انت ممكن تتحكم فيها، لكن ده الفلتر ده من المؤثرات اللي ممكن يتعدل في اعداداتها، فلو ضغطنا على الاوبشنز. وطبعا الفلتر ده مختص بتغيير طبقة الصوت، فدي الطبقة الطبيعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما لو علينا الطبقة مثلا شوية، مثلا 3 درجات، هنلاقي إن الصوت بقى أرفع، بس ده ملوش دعوة بسرعة المسار، هي بس مجرد الفلتر ده بيغير في الطبقة الصوتية دون المس والسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا سمعنا، ولو اخر حاجة هنلاقي الصوت طبعا يعني وصل لأعلى حدة من الرفع. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرني بنملة بوكي. بعد كده لو العكس بقى، بنقلل بنسمع الصوت أجش، بسم الله الرحمن الرحيم. والطبيعي هو 0. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده بندوس اوكي. في فلتر تاني هو ريفيرب، وريفيرب برضو بنعمل له اديت، لكن هنحذف الفلتر اللي احنا كنا بنشرحه دلوقتي ونخلي الريفيرب بس، وبندوس اوبشنز عشان نعدل فيه. طبعا الفلتر ده عبارة عن صدى، بيعمل صدى في الصوت، بسم الله الرحمن الرحيم. أو ممكن نعدل في الفيدباك يعني التردد بتاعه، ممكن نقلل منه. فنيجي نسمع، بسم الله الرحمن الرحيم. وده أعلى درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده بندوس أوكي. فلتر كمان من الفلاتر المهمة ستاديوم، أو زي بتاع الاستاد، تحس إن هو صدى صوت استاد، فبندوس أدد. طبعا هو ملوش إعدادات، فندوس أوكي ونسمع يبقى عامل إزاي تأثيره. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. زي ما سمعنا. وفي فلتر فوكال ريدكشن، بنعمله أدد وندوس على الأوبشنز بتاعه، وده ممكن نعدل في البيز والتريبل. البيز هو بياخد النبرة التخينة من الصوت وبيعليها، يعني لو احنا علينا مثلا هنا البيز أعلى حاجة والتريبل خلينا أقل حاجة، هيبقى الصوت كالتالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما لو عملنا العكس، قللنا البيز وعلينا التريبل، بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا بالسمع كده بان أكيد الفرق. وممكن على الأساس ده يتم الضبط، وبعد كده بندوس أوكي. وفي فلاتر تانية بقى زي فلتر بتاع كاتم الضوضاء، وفلاتر أخرى، لكن أنا حبيت أشرح بس المهم منها، أما الباقي فممكن أنتوا يعني تجربوا فيه وتخوضوا فيه. ممكن نضيف أكتر من فلتر في وقت واحد، فمثلا هنضيف الفلتر بتاع لونج إيكو وريفيرب وستاديوم ونشغلهم مرة واحدة. طبعا هتلاقوا صوت مختلف، عامل صدى جامد، افكت جامد عالي. بسم الله الرحمن الرحيم.